السلام عليكم. التجويف الحاد لفكرة الدولة في ذهنية المواطن خلال عامين ونصف من سيطرة الميليشيا على مفاصل الدولة واختزالها للدولة والسلطة في الجماعة وحصر الحقوق الشعبية المكتسبة بيد السلالة كإحدى أدوات تهديم الدولة كفكرة ومؤسسة، تظل هذه الممارسات والسلوكيات هي ما مارسته الميليشيا في ظل إدارتها للدولة المختطفة منذ الانقلاب. يقول متابعون إن جماعة الحوثي تتخذ من العنف أحد أدواتها، فخلال سنة ونصف أكلت الدولة من الداخل بانقلاب جاء من خارجها كعدو وخصم لها لا يعترف بالدولة كفكرة ولا بالنظام المؤسسي، وظهرت كجماعة لصوصية خارج القانون لا تؤمن بدولة القانون ولا بالعمل المؤسسي. بات واضح للجميع وضع الدولة المختطفة التي تعرضت للتجريف كيف أهينت وهي تتداعى أمام ضربات عقليات رجال العصابات التي تديرها، فيما فشلت الميليشيا بتقديم نفسها لليمنيين كمشروع دولة ولو على المستوى الشكلي، وها هي تطالب اليوم بتمثيل لها في حكومة قادمة. فما الذي قدمه المشروع الحوثي لليمنيين منذ إسقاط الدولة؟ وكيف يمكن مداواة التجريف الوظيفي الذي لم يراعي الحد الأدنى من التخصصات ومعايير الكفاءة، والأخطر من ذلك حضور البعد العرقي فيما عرف بالتفخيخ السلالي لمؤسسات الدولة؟ فأي شراكة سياسية قادمة يمكن أن تتم مع جماعة لا تؤمن بالدولة ولم تقدم أي مشروع لها خلال الفترات الماضية سوى العنف والحرب؟ اليمن بلد محكوم بسلطة الظل الثلاثي في مؤسسات الدولة المختطفة، سلطة اللجان الشعبية، سلطة اللجان الثورية، سلطة القائم بالأعمال. فما هو مصير هذا البلد المتعب وما هي الحلول التي يمكن أن تحول دون استمرار إنهاك الدولة ومؤسساتها؟ حول هذه الأسئلة ستكون حلقة المساء لهذه الليلة، فدعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. سياسة الإمعان في النيل من الدولة هي السياسة التي تشكل الملمح الأبرز في أداء الميليشيا الإنقلابية التي استولت في غفلة من ضمير على مقدرات اليمنيين ودولتهم. منذ 21 من سبتمبر 2014 تكرست هذه السياسة، ومنذ ذلك التاريخ دخل اليمن منعطفا خطيرا جدا من تاريخه، ومعه سلمت الدولة اليمنية إلى الميليشيا التي لم توفر وسيلة إلا استخدمتها ولا إجراء إلا واتخذته للنيل من هذه الدولة وإخفاء ملامحها الجمهورية وتقويضها كليا كما يجري هذه الأيام. من الجيش إلى الأمن إلى المناصب الإدارية العليا يتصدر أشخاص عديمو الكفاءة والإحساس بالانتماء إلى الوطن، ويمضون في مهمة الهدم التي لم تتوقف منذ سقوط صنعاء. الدولة كما هي الوحدة الوطنية الضحيتان الأبرز لسياسة الهدم الميليشياوية التي تمارس تحت أنظار المجتمعين الإقليمي والدولي، وبإسناد كبير ممن أداروا الدولة بأنانية مفرطة طيلة 3 عقود مضت باسم الجمهورية، لكنهم أوردوها مورد الهلاك منذ اللحظة التي شعروا معها أن هذه الدولة تفلت منهم جراء سياستهم السيئة التي دفعت بالشعب اليمني إلى إنجاز ثورة شعبية سلمية غير مسبوقة من أجل التغيير. على مدى أكثر من عام ونصف وعملية هدم المؤسسات تمضي بوتيرة عالية، ويغيب أي تصور بناء من أجل دولة قابلة للبقاء، وعوضا عن ذلك تزدحم المدن بالأسواق السوداء وتزدهر تجارة الموت عبر حرب عبثية لا أفق لها، وتمتلئ المعتقلات بالصوت المناهض للانقلاب ولطيش مغتصبي السلطة ورعونتهم في صنعاء. تنغمس الميليشيا في الحرب ومعها يتوارى قادتها في الكهوف، وتغيب أي رؤية لها علاقة بالحياة، وتبدو الميليشيا مجرد معول هدم صادئ يهوي على المبنى الوطني وينال منه شيئا فشيئا. وقد ينجح في وأد الدولة والوطن إذا لم يتدارك اليمنيون هذا الخطر ويمضون قدما في مخطط استعادة الدولة بأي ثمن. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معي في الأستوديو الكاتب والمحلل السياسي أحمد الزرقة. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا وسهلا. بداية، يعني التجريف الحاد لفكرة الدولة من قبل الميليشيا خلال العام ونصف من الانقلاب ربما بلغ ذروته في الفترة الأخيرة، ما الذي يعكس مثل هذه التصرفات؟ بداية يجب التأكيد على مجموعة من الأفكار تتعلق بمفهوم الدولة لدى الميليشيا. يعني مفهوم الدولة لدى الميليشيا يرتبط بأنها فقط يعني مكان للجباية للحصول على المكاسب لإدارة والتحكم في شؤون الناس دون الالتزام بتقديم أي خدمات أو الالتزام بما تعنيه أو بما تقوم به الدولة من وظائف.
شاهدنا أنه خلال العام والنصف تم تحويل هذه العصابة أو محاولة تحويلها من عصابة إلى دولة، ولكنها فشلت فشلا ذريعا، ربما لأسباب كثيرة من بينها عدم تحليها بمسؤولية أخلاقية في تحمل مسؤولياتها، أيضا عدم إدراكها لماذا تعني كلمة دولة أو ما هي الأدوار المناطة بأداء المؤسسات. أيضا هي جاءت من خارج الدولة وحاولت التهامها، وبالتالي يعني هناك أزمة تمر فيها البلاد، هناك حرب، هناك ملامح تسوية تحاول الميليشيا من خلال زرع أكثر عدد من أعضائها من مناصريها من المستفيدين منها في مؤسسات الدولة، كي إذا ما حصلت تسوية ما تظل أو تصبح الميليشيا داخل الدولة وتصبح جزءا من التسوية، ولو على حساب الأطراف الأخرى، ولو على حساب أيضا الذين لا ينتمون للميليشيا. هي تعاملت مع الدولة ومع الجهاز الإداري للدولة كجزء من المكافأة الذي يعني تمنحه لأعضائها أو لمناصرها. يعني التصور الذهني للدولة داخل الهرم الأعلى للميليشيا، هل له علاقة بهذا الأمر الذي تتحدث عنه؟ يعني هم يفهموا أن الدولة لهم فقط، لا توجد عليهم مسؤوليات من خلالها؟ إذا اقتربنا قليلا من الصورة العامة نلاحظ أنه الميليشيا تعتبر نفسها فوق الدولة، وهذا النموذج هو أيضا ليس غريب على الميليشيا أو على الحوثيين، هو محاكاة للنموذج الإيراني بشكل واضح. هناك سلطة المرشد الأعلى، هناك سلطة لمجلس تصحيح النظام، وفي اليمن يمثله اللجنة الثورية ربما هذه الجهازين، وعبد الملك الحوثي يمثل المرجعية الأخرى، بالتالي هم يحاولوا تخليق كيانات فوق الدولة تدير لكن لا تحمل المسؤولية، تتخذ قرارات عشوائية غير مرتجلة، يعني غير مدروسة بشكل ارتجالي، ولا تريد أن يحاسبها. خلال الفترة الماضية شاهدنا عشرات القرارات الارتجالية، لعل أبسطها كان موضوع قضية الإعلان الدستوري، بعدها تم موضوع الإعلان عن تعويم المشتقات النفطية، بعدها أيضا طريقة إدارة العملية الاقتصادية وانهيار العملة كيف واجهوها بمجموعة من الإجراءات التي ربما أجلت بشكل مؤقت الانهيار، لكن على المدى الطويل باعتقادي أنها لن تصمد طويلا، وبالتالي هذه الجماعة لا تتحلى بأي حس مسؤولية أو حساسية تجاه المواطنين، تجاه الناس، تجاه أيضا الغد يعني. وبالتالي عندما هل المشكلة تكمن في يعني كونها لم تخرج من عباءة السياسة، لا توجد رؤية سياسية حقيقية لهذه الجماعة؟ يعني هي كما تفضلت يعني لا تتحدث عن مثلا 5 سنوات قادمة، هي تتحدث كيف تنقذ الوضع مثلا خلال يوم أو يومين فقط. هي أصلا لم تصل إلى مرحلة العمل السياسي، جماعة نشأت في ظل الحرب، في ظل العنف، استقوت بالسلاح ونشأت تحت ظل السلاح وكبرت ونمت وترعرعت وسيطرت على الدولة في ظل السلاح، وبالتالي هي ترفض أن تتحول مثلا إلى حزب سياسي أو أن تترك السلاح أو أن تذهب لممارسة عمل سياسي كفصيل سياسي أو كحزب. هي لديها مجموعة من المعتقدات، مجموعة من الأوهام كرستها ويعني استغلت يعني الضعف الحاصل، الانقسام الحاصل في النخب السياسية، استغلت أيضا وجود طرف متربص ربما يتمثل في الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، واستطاعت أن تتسلق على مثل هذا الجسر، وبالتالي استطاعت يعني وجدت نفسها مباشرة خرجت من صعدة إلى السلطة إلى القصر الجمهوري، وبالتالي عندما حصل ارتباك كبير جدا، وبالتالي بدأت تقوم بما تعتقد أنه صائب، قامت بإقصاء جميع خصومها، وبدأت في قضية التعيين والتعيين على أسس مناطقية، على أسس سلالية، على أسس الولاء يعني لهذه الفكرة، وبدأت جرفت في البداية المؤسسات الرسمية خاصة في وهذه ربما من أكبر الكوارث التي قامت لاحظنا خلال الفترة الماضية ما تبقى من معسكرات
يرتدي أفرادها مثلا الزي العسكري، وقادة عسكريون كانوا مثلا لهم ولاءات يدينوا بولاء للحرس الجمهوري أو بشكل شخصي لعلي عبد الله صالح ونجله، رأيناهم مثلا خلال الفترة الماضية يمارسون نفس طقوس الميليشيا، يرفعون الصرخة ويصرخون وهم يرتدون الملابس الرسمية، وبالتالي كانت هذه هي البداية. البداية أيضا كانت عندما تم سلب مؤسسات الدولة من دورها، عندما تم تعيين مجموعة من الأشخاص الذين لا علاقة لهم. إذا أردنا أن نكون أكثر دقة، مثلا الاتيان بأشخاص مثل محمد علي الحوثي، مثل فارس أبو بارعة، مثل الكائنات التي ليس لها أي علاقة بالثقافة أو بالتعليم أو بالتأهيل، رضوان الحيمي وإلى آخره، وعشرات أو ربما مئات، يعني كثير من الأسماء. هؤلاء الأشخاص هم مجموعة من يعني ممن فشلوا في تعليف تحصيلهم العلمي، ممن لديهم سوابق، ممن لديهم أيضا يعني حتى سلوكيات أخلاقية، يعني الفكرة أنهم جاءوا بأسوأ ما في المجتمع ووضعوهم في مناصب عليا. القضية هي لديها فكرة تتعلق بأنه يريد إيصال رسالة أنه ليس عليك إذا أردت أن تصل إلى أي منصب قيادي في الدولة إلا أن تنتمي للميليشيا وأن تكون جزءا من جوقتها. هل يتعاملون مع الدولة بشكل عدائي؟ يعني هناك من يتحدث أو متابعون يقولون يعني أنها تقوم بتدمير الكاريزما الأساسية للدولة من خلال يعني تصرفات تتضح أنها عدائية، يعني تعيين مثل هؤلاء الأشخاص يعني بطبيعة الحال بالتأكيد هم من سيدمرون مفهوم الدولة. هل هناك عداء مع المفهوم العام للدولة؟ اولا لابد ما نعرف انه الميليشيا والدوله يعني طرفان لا يلتقيان، يعني لا يمكن ان تكون الميليشيا تتحول الى دوله ولا يمكن الدوله ان يتم لشنتها. ما يحدث اليوم انه تم تحويل الدوله وافراغها من محتواها الحقيقي لتحويلها الى اداه من ادوات الميليشيا، تحولوا مؤسسات الدوله الى ادوات تابعه للميليشيا، وبالتالي نحن في امام جماعه لا تعترف اصلا بفكره الدوله. هي منذ ان بدات الحركه وهي تمردت على الدوله، يعني من 2004 وما قبلها وهي لا تعترف بالدوله. اليوم تعيد تجريف الدوله وتعيد ايضا الحديث عن الامامه، تعيد الحديث ايضا عن الرموز التي يعني خسر اليمنيون الكثير وهم في يضحون، يعني ضحوا من اجل محاربتها. اليوم هم يقوموا باستعارة تجارب من خارج الدولة، من خارج البلد لإعادتها. ما حدث في بعد 21 سبتمبر 2014 كان كارثي بشكل كبير جدا، لدرجة أنه تم يعني داخل مؤسسات الدولة الأشخاص الذين تم تعيينهم، أولا من صيغة التعيينات أو من أساليب، يعني يتم تعيين مسؤول حكومي من ينتمي للهاشمية السياسية، ربما من أصحاب الدرجات إلى حد ما أو الشخصيات التي كانت تخضع في المؤسسات تحت المناصب القيادية، لكن تم تعيين وراءهم أو مشرفين عليهم أو ممثلين للجنة الثورية العليا، أشخاص أبو يعني كلهم يحملون أبو كنيات فلان أبو الكنى، يعني نعم. وبالتالي هذا السلوك عصابات. عندما تذهب مثلا إلى وزارة الداخلية أو وزارة التربية أو أي وزارة أو أي مؤسسة، يقال أن المسؤول أو المشرف مندوب اللجنة الثورية هو أبو فلتان، أبو زعطان، أبو السلوك عصابة. حتى على مستوى التخفي، يعني أعرف على سبيل المثال يعني أنه على مستوى توقيع شهادة من التعليم العالي لابد أن تمر كما تفضلت بأبو فلان الذي ربما لا يفقه يعني ما الذي مكتوب عندما في هذه تم الشهادة. مثلا تم تعيين عدد من الأساتذة أو عدد من في قيادة جامعة صنعاء مثلا، كان من يصدر قرار التعيين أشخاص ليس لهم علاقة لا بالتعليم وليس لهم علاقة وليس لديهم أي مؤهلات. وبالتالي أيضا مثلا عندما تم تعيين أبو علي الحاكم، وهو يعرف الجميع أنه كان مسجونا على ذمم قضايا أخلاقية وسرقات وإلى آخره، تم منحه أعلى رتبة في الجيش اليمني. وبالتالي نحن أمام حالة من الغوغائية، هي تريد أن توصل رسالة للغوغاء أنه انضموا فقط للميليشيا وستتحولوا
يعني فجأة إلى عقداء وإلى عمداء وإلى وإلى آخر، وبالتالي نحن أمام حالة من التجريف العجيب. لكن ربما الحوثيون يتحملون مسؤولية كبيرة، لكن أيضا شركائهم شركاء الحوثيين يتحملون المسؤولية الأكبر، ربما لأنهم حاولوا المزاوجة. المؤتمر الشعبي العام، جزء كبير من المؤتمر الشعبي العام والرئيس المخلوع السابق، وأيضا ربما شخصيات قبلية كبيرة جدا انضمت وباعت وتواطأت أيضا مقابل أن يعني تمنح جزء من الكعكة التي ربما لا تتسع. الآن الحوثيون لا يريدون أحدا أن يشاركهم فيها. لاحظنا خلال العام الماضي أنه معظم التعيينات تصب في مجموعة من الأسر الهاشمية، وللأسف يعني هذه هي الحقيقة التي ربما طويلا كان الناس يحاولون أن يتحاشوا الحديث عنها، أنه لا، الحركة الحوثية حقيقة هي من تمثل الهاشمية السياسية في اليمن، وهي من قامت أيضا باستخدام برفع هذه اللافتة، وهي تستند إلى أكثر، تستند يعني إليها من خلال الفتوى، من خلال الوثيقة الفكرية للحوثيين التي الوثيقة الفكرية للزيدية التي تم التوقيع عليها من قبل عبد الملك الحوثي وعدد من مرجعيات المذهب الزيدي. بالتالي عندما لا يجب أن نذهب بعيدا عن الحديث، ما يحدث اليوم هو جزء من صراع بين اليمنيين بشكل عام وبين الفئة الهاشمية التي تمثل جزء من المجتمع. هل يمكن أستاذ أحمد يعني أن نفكر من خلال يعني هذه الفكرة بالذات، يعني هذه التعيينات هل هي فقط يعني مبدأ فكري بقناعة الحوثيين بأنها الحكم هو حقية فقط لأسباب معينة، أو هي مجرد انتقام أيضا لما حدث من نظام جمهوري ربما استثنى الكثير منهم خلال يعني ربما هذه واحدة من المغالطات التي يتحدث عنها الحوثيون، أنه تم إقصاؤهم بعد 26 سبتمبر. 26 سبتمبر 62 لم تقصي أي طرف، بل على العكس كان هناك العشرات من شاركوا في ثورة سبتمبر كانوا جزء من الفكرة الهاشمي. أيضا كان هناك عدد كبير من القيادات، لم يكن هناك هذا الوتر الذي يتم الحديث عنه الآن حاليا، أنه تم إقصاؤهم نهائيا. ما حدث أن هؤلاء كانوا مستفيدين بشكل كبير جدا من الثورة ومن تعيينات المؤسسات وإلى آخره. ما حدث اليوم هناك نزعة إمامية واضحة جدا، تريد الاستحواذ بكل شيء، تريد تحويل يعني الاستحواذ تحت ما هو تحت مسمى لافتة دينية، لافتة المقدس، لافتة الإمامة، لافتة أن عبد الملك الحوثي هو يعني ليس على قدر المساواة، قدم المساواة مع اليمنيين، هو فوق اليمنيين، هو أعلى منهم، هو يستند لمجموعة من الخرافات. وبالتالي وجد بيئة دعمته، وجد أيضا نفوذ، وجد أيضا فرصة مواتية في الإقليم، وجد أيضا فرصة مواتية في الداخل، محاولة للانتقام من اليمنيين الذين قاموا بثورة فبراير ضد الرئيس المخلوع. وبالتالي نحن أمام حالة من التجريف العجيبة التي ذهب للأسف جرت البلد إلى الهاوية. ونلاحظ أيضا أن هناك حالة من التواطؤ حتى داخل المجتمع اليمني، للأسف أنه الناس ارتضوا أو عدد من الشخصيات التي ارتضت أن تكون قفازات للحوثي. لاحظنا مثلا هناك على سبيل المثال عدد هم أيضا في الفكرة المهمة أنه تحالفوا مع أسوأ ما في الساحة اليمنية موجودة، أخذوا مثلا شخصيات تدعي أنها تمثل اليسار، شخصيات تدعي أنها تمثل الحراك الجنوبي، وهي أسوأ ما في كل الأحزاب والكيانات السياسية، من أجل فكرة واحدة فقط. أيضا إيصال الفكرة أنه مهما كنت سيئا في أي مكان لديك فرصة لأن تصل إلى أعلى سدة الحكم. إذن عند هذه النقطة أستاذ أحمد ينضم معنا أيضا عبر الهاتف المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي من تايز. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور، اهلا بك واهلا بضيفك الكريم. استاذ عبد الهادي، يعني تحدث ضيفي هنا في الاستوديو الاستاذ احمد الزرقاء حول تبعات التعيينات الاخيره ومدى التجريف الذي حدث للدوله منذ 21 سبتمبر ربما اخرها كما لاحظ الجميع، هذه التعيينات الجزافيه التي اتت ربما لمجموعه من الاسماء التي تحمل القابا معينه، برايك استاذ عبد الهادي هل لذلك انعكاسات على اداره الميليشيا للدوله المخطوفه؟ بالأساس نتحدث عن دولة مخطوفة،
لكن الوضع الحقيقي هنالك عقل لسلطة كانت قائمة، أما الدولة فلم مجازا ليست موجودة. الدولة المؤسسة على اعتبار أننا بلدا لم نكن نستطيع التمييز ما بين الدولة السياسية أو أين تنتهي السلطة السياسية وتبدأ السلطة المؤسساتية الإدارية، أي ما يعرف بالجانب الحكومة الإدارية لم نكن نعرف لها معالم. كانت التعيينات السابقة ترتبط بالأطر العليا للمدير عام فوكيل فأعلى، وبالتالي كان هنالك حالة اختطاف لجماعات شرعية البسط قبلها، وبالتالي ملامح هذه الدولة لم تتضح بشكل كامل. وما هو حاصل الآن، هناك التهام لبعض هذه الملامح التي تشكلت في السبعينات لدولة قائمة ولمؤسساتية ولما كان يعرف بما قبل عام 90 في جمهورية اليمن الديمقراطية، تلك جرى التهامها أيضا، جرى التهام الشعب اليمني بأكمله، جرى اقتضام الدولة لصالح جماعة الآن هي تبلع الدولة، وبالتالي تعيد إنتاجها بطريقتها الخاصة على طريق وجود جماعة أو نتو داخل الدولة هو من المتحكم والمدير للدولة بشكل أساسي. اليوم لم يقتنع عند هذا الحد، لكنه يحاول الآن إعادة بناء مفصليات لهذا النظام على كل، يطرح أغلب المعنيين بالحركات السياسية الإسلامية مبدأ أساسي أن جماعة الخوارج والزيدية هذه جماعة هدم وليست جماعة تراكم. الذي يبني الدول جماعة التراكم، أما هاتان الجماعتان اللتان تقيمان الخروج فإنها تعملان على هدم الدولة وابتلاعها، وبالتالي إعادة إنتاجها كسلطة لها. نعم، إذن ما مخاطر حدوث أي شراكة سياسية يعني قادمة مع جماعة ربما لا تؤمن بالدولة أو لا تعي ما هو مفهوم الدولة ولم تقدم أي مشروع حقيقي لليمنيين خلال إدارتها السابقة؟ قبل مبدأ الشراكة مع هذه الجماعة، ما هو تعريف هذه الجماعة؟ هذه الجماعة جماعة دينية تقليدية تمارس السياسة بالعنف، وبالتالي لا يمكن الشراكة مع جماعة عنف إلا بوجود ضابط عنف أقوى من هذه الجماعة. يعني الحديث عن شراكة فالحديث يتم عن كيان سياسي، هذه جماعة ما قبل كيان سياسي. نعم، هل هناك تأثير، يعني هناك من يلاحظ أن هناك تأثير للذهنية الخمينية أيضا وذهنية حزب الله على إدارة الدولة فيما تقوم به الميليشيا حاليا؟ هل تود الميليشيا أن يعني تقوم بصورة يعني مشابهة لما يحدث هناك؟ اللجان الثورية المشكلة واللجان المتماثلة معها لا تختلف عن اللجان التي شكلت في عام 1979 في إيران، والتي بنت جهازا موازيا ثم انقضت جهازا موازيا للدولة ثم انقضت على جهاز الدولة وأصبح الحرس الثوري وصاحب السلطة العليا في البلد. فلا يوجد فرق، هذه البنية للجماعات التقليدية جماعة قطيعية ترتبط بمبدأ ما يسمى في الثقافة الغربية بالبطريركية، أي الجماعة المحكومة برأي الأب الأعلى، وبالتالي هذه الجماعة جماعة متحكم بها وكل ما ينشئ عنها ليست سوى توابع لذلك الأب الأعلى. نعم، إذن كيف تعلق على ما طرحه ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ أحمد الزرقة في أن هذه الجماعة هي كانت أسوأ ما في اليمنيين، وهناك أيضا من تعامل معها ربما من كل الأحزاب يعني ويعدونهم ربما الأسوأ أيضا، وظنت أنها قدمت نفسها كخليط مشترك من اليمنيين؟ هذه الجماعة لا تمتلك رؤية، وبالتالي هي خرجت كجماعة عنف بالحكم الفارق بينها وبين الآخرين. هي تفهم الدولة على أنها السلطة المطلقة، هي لا تفهم سلطة العقد، هي تعتقد أنها ظل الله، هي ليست من المواطنين بل هي شريحة أعلى من المواطنين وبالتالي المواطنين أدنى. والحديث هنا عن شراكة أو عن مؤسساتية أو عن غيرها يقتضي أولا حسم ما نسميها المسألة الوطنية أي المواطنة، أن نكون الجميع مواطنين، لكن هناك هذه الجماعة لا تريد أن تكون مواطنين، هي أعلى من مستوى مواطن، هذا أولا. والجانب الآخر أن الذين ذهبوا إليها هم جماعة مأزومة من بقية الأحزاب، لا تمتلك برنامج ولا تمتلك رؤية ولا تؤمن بدولة،
هؤلاء أشبه بجماعة سبارتاكوس أو عبيد روما الذين ظلوا يبحثون عن سيدا لهم. فكانت هذه المسألة امتدادا لوجود هذا السيد المفقود في رؤوسهم. هناك إشكالية ثقافية داخل المجتمع. الناس يعرفون السلطة بالأفراد، لا يعرفون الأفراد، يعرفون السلطة بالأفراد القائمين عليها ولا يعرفون الأفراد بالمهام والمناصب التي يشغلونها. إذا شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الهادي العزازي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ أحمد. يعني ربما قسم الأستاذ عبد الهادي المسألة، يعني أن بالأساس لم تكن لدينا تلك المؤسسة الإدارية الكبرى في السابق، يعني هي كانت سلطة سياسية ربما مختطفة أيضا ولكن بطريقة شرعية. ما يحدث الآن هو يعني عمل مشابه ولكن بسلطة غير شرعية ميليشاوية، وربما تحصر المسألة في ذاتها أو في المقربين منها. في البداية يعني بعد ثورة 26 سبتمبر حصل ربما انتكاسات، وربما كان 1970 المصالحة التي حدثت وقتها برعاية السعودية ربما أدخلت اليمن أيضا في مسار تسوية، يعني مسار أو محاولة للمزج بين فكرتين، الفكرة الجمهورية والملكية. تم خلال ربما الجمهوريون بعد تلك المرحلة تم التخفف من قضية الجمهورية وأهداف الثورة وإلى آخره، بينما كان هناك مشروع آخر في الظل ينمو يترعرع يتربص باليمنيين، قذف بعناصره لمفاصل الدولة للأماكن الحساسة، كان يتحيم مثل هذه الفرصة. في 2011 وجد حامل كبير جدا الرئيس المخلوع، قدم الجمهورية والثورة وكل تضحية اليمنيين للجماعة الإمامية على طبق من فضة. الفكرة الأساسية تتمثل في الصراع على السلطة، السلطة والمركز المقدس، المركز الذي احتكر حكم اليمن يعني في شمال الشمال أو فيما يعرف بالهضبة. ربما كان هناك محاولات للخلاص من هذا المركز المقدس من داخل المركز المقدس، لكنها كانت أضعف من أن يتم الاستفادة منها أو أيضا أنها تحدث أثر. كان هناك محاولات خلال العقود الخمسة العقود الأخيرة لإبقاء هذه المنطقة اللي شمال الشمال منطقة معزولة عن العالم، منطقة خزان بشري لمقاتلين لمرافقين لمجندين يعني يستسهل استدعاهم. كان هناك خطأ كبير جدا من النخب السياسية ومن النخب الحزبية في أنها أبقت على هذه المناطق خارج الوعي خارج إطار الزمن، وبالتالي تم التحكم بها. شاهدنا كان هناك صراع على هذه المناطق، ولاءهم كان للشيخ. عندما ضعفت سلطة الشيخ ذهبوا لولاء للسيد الذي لمن هو أقوى. كانوا قبلها قبل الشيخ كان هناك العسكري، وكانوا ينتمون لسلطة العسكري وسلطة الضابط وإلى آخره، وبالتالي هذه جماعات مجتمعات فيها فقر، فيها جهل، فيها أمية، فيها سهولة تجيش بخطاب عاطفي. نتحدث عن مدى يعني الامتداد الذي حدث إذن منذ حكم الإمامين، هل استمر هذا يعني حصر هذه الجماعة في ظل الجهل والفقر ويعني ما تفضلت بالحديث عنه؟ ولكن اسمح لنا بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ احمد. استاذ احمد، كنا نتحدث قبل الفاصل عن كيف حصر يعني حصرت هذه الجماعات تحت ولاءات معينه تحت سلطه الجهل والفقر والمرض، انعزلت تماما عن العالم كما تحدث. اذا هل هناك امتداد ما بين ما قام به الامام الى ان يعني حتى بعد الجمهوريه ظلت هذه الجغرافيا محكومه بنفس الاليه التي كانت مع اختلافات بسيطه ربما؟ هي عقلية التعامل، يعني هناك عقلية سواء كانت في ظل الحكم الإمامة أو ما تلا بعدها في قضية الخزان البشري، لابد ما يظل هناك منطقة فيها تعداد كبير، فيها
قلة موارد، فيها جهل، الإبقاء على هؤلاء في نفس المستوى من أجل استخدامهم سواء في العملية، إذا كان هناك عملية ديمقراطية تجيش لصنع أصوات انتخابية، مع استمرار حرمانهم وقمعهم، حرمانهم من التعليم وقمعهم، وأيضا مصادرة ممتلكاتهم. هذا الدور كان يمارس يعني إلى حد ما كما ذكرنا من قبل المشايخ. جاءت سلطة الميليشيا ترث الناس وترث مشاكلهم وترث أيضا بناتهم، يعني حولتهم جميعا إلى بناتهم. وما شاهدنا خلال السنة العام والنصف الماضي كيف استطاعت أن تجند عشرات الآلاف من هؤلاء من أبناء هذه المناطق، وبمجرد أن سيطرت عليهم نظرا لقلة الوعي، قلة التعليم، قلة أيضا الحاجة، سهل السيطرة عليهم، تم إيهامهم. ولاحظنا خلال في تعز، في عدن، في مأرب أن عدد كثير ذاهبون إلى الجبهات ولديهم مفاتيح الجنة ومفتاح الفردوس رقم 2 مفتاح، يعني وهذا هي مسؤولية كبيرة جدا تحملتها وتحملها الأحزاب السياسية التي كانت شريكة في السلطة ما قبل الانقلاب، وفي الفترات الأخرى لم فشلت في أنها يعني تدخل إلى هذه المناطق التي كانت محتكرة من قبل المشايخ ومن قبل المتنفذين ومن قبل صناع القرار. الموضوع الآخر الذي هو أيضا يرتبط أيضا بالنفاق، نفاق النخب السياسية والمثقفة لم تتحمل مسؤوليتها، وعندما حدث أن ظهر الحوثي وجدنا أن عشرات والمئات من أشباه المثقفين، من أشباه المتعلمين ذهبوا باتجاه الانجرار. هل ممكن أن يكون نفاق أم أحقاد أستاذ أحمد؟ هل يعني هناك ربما أيضا أحقاد نحو أحزاب معينة دفعت بهم ل يعني الأحقاد ربما هي الأحقاد هذه هي ليست الأحقاد هذه كانت جزء من النخب السياسية، نخب سياسية حزب يريد أن ينتقم من حزب، لكن تم إنزال، شوف ما حدث في اليمن هو إنزال الصراع من مستوى الرأس اللي هو ما حدث مثلا في خلال مؤتمر الحوار وما تلا. حتى في 2011 كان هناك أزمة، من قبل 2011 في 2009 2008 وما قبلها كان الأزمة كانت على مستوى الرأس، مستوى الهرم، مستوى الأحزاب السياسية. عندما أرادت بشكل أو بآخر فشلت في إيجاد حل توافقي، نزلت بالأزمة من الهرم إلى الأسفل إلى الشارع، وشاهدنا قبلها كيف تم استخدام الشارع قبل 2011 من قبل إخراج يعني مسيرات بالولاء للزعيم ودعوته لترشيح نفسه وإلى آخره. عندما جاءت 2011 حاولت أن تعيد الأمور إلى نصابها، حدثت ثورة، استطاعت إسقاط نظام، أعادت الثورة، أعادت الفعل السياسي مرة أخرى إلى أعلى بالمبادرة الخليجية وبعدها بمؤتمر الحوار. كان هناك من أراد أن يعكس الموضوع مرة أخرى، وشاهدنا كيف تم تجنيش الحوثيين وحصارهم لصنعاء وإلى آخره واستدعاء الشارع، لكن استدعاء الشارع هذه المرة الشارع المتخلف، الشارع المسلح، الشارع الذي لديه يعني مشاكل مع كل ما يتعلق بالحرية، بالديمقراطية، بالتعددية، بالمواطنة، بالمساواة وإلى آخره. لاحظنا كيف تم التلاعب على حساب مشاعر المواطنين بحديث الجرعة وكذبة الجرعة، وبينما تم تجريع اليمنيين بعدها عشرة الجرعة ومئات الجرعة وقمعت الحريات، قمع الناس، وبالتالي نحن الآن أمام فعل انتقامي كبير جدا. ما زال بطله موجود وما زال بالعكس لديه حضور دولي للأسف. كنت أود أن أسألك عند هذه النقطة، ربما سألناها مرارا وتكرارا لكثير من الضيوف والشخصيات، يعني ربما لأننا لم نجد الإجابة المنطقية يعني التي تجعل من المجتمع الدولي الذي يفترض به أن يرفض أي جماعة مسلحة مارقة على حكم شرعي واضح في كل موقف لها، كم أنها يعني ميليشيا لا تفهم في العمل السياسي. ما الذي يدفع مجتمع دولي في بالتعامل مع هذه الجماعة، يعني خاصة وأن يعني ميثاق الأمم المتحدة يجرم وجود الجماعات المسلحة بهذا الشكل؟ يعني ربما آخر تقليعات عودة المشاورات وفد الحوثي مع برفقة المبعوث الأممي.
مندوبة. يعني لا يمكن فصل ما يحدث في اليمن عن السياق الخارجي والإقليمي. يعني المجتمع الدولي ليس له علاقة بالأخلاق وليس له علاقة بمصالح الشعوب، لديه علاقة بمصالحه الخاصة، بحساباته الخاصة، بتسوياته، بقدرته على استثمار هذه الأزمات لتحقيق أكبر قدر من المكاسب. يعني لاحظنا أنه المبعوث الأممي السابق أدخل الحوثيون، جلب الحوثيين من صعدة وأدخلهم إلى صنعاء. ما يحدث الآن، المبعوث الأممي الجديد أعاد صالح من البدروم إلى واجهة الأحداث ويريد أن يكون جزء من الحل. هناك مصالح، هناك دول تسعى أليس لأن فعلا صالح جزء من الحل؟ ليس جزء من الحل، لأنه في الأخير علي عبد الله صالح فقد قدرته على أن يكون جزء من الحل في 2011 عندما ترك السلطة، تحول إلى جزء من المشكلة. ولكن يعني نعم، هو قادر على أن يكون جزء من المشكلة. لن يكون جزء من الحل، لأنه هناك مسؤولية كبيرة جدا تحملها الحرب التي قامت في اليمن. من يتحملها؟ من يتحمل هذه الدماء؟ من يتحمل الخراب الذي حل بالبلاد؟ يعني إذا لكن أستاذ أحمد، إذا لم يكن جزء من الحل، يعني هو يوضح في كل مرة أنه قادر أن يكون الجزء الأكبر من المشكلة. ليس قادرا. في الأخير علي عبد الله صالح أصبح ورقة من يعني أمير حرب مثل أمراء الحروب الأخرى، ليس له القدرة على التحكم في كل المسارات. لاحظنا خلال مؤتمر الكويت أو مشاورة الكويت وما قبلها أن من يترأس الوفدين هو الميليشيا، من تقول الكلمة العليا هي الميليشيا، من يقوم بالتهدئة هي الميليشيا. وجودهم محكوم بأنهم قدرتهم فقط على إثارة العنف في مناطق وشعالها، في مناطق أخرى على استخدام القوات التي كانت تدين له. لكن أي حل سياسي، هو يريد جزء من الكعكة. يعني ما حدث التصور الأخير للأمم المتحدة للحل كان تقسيم الموضوع إلى ثلاث، ثلث للحوثيين وثلث لصالح وثلث للحكومة، وبالتالي هذه سياسة الثلاث هذه غريبة أن تدخل. يعني ولا شخص اتخذ ضد قرارات دولية، شخص يعني يتحدث العالم أنه أصبح مجرم حرب، أنه أسهم في تهديد السلم الإقليمي، ويعود العالم للتفاوض معه. هل هذه رؤية المجتمع الدولي؟ نعود أيضا إلى أن الموضوع له علاقة أيضا بالولاءات الجديدة التي تشكلت، بالمقايضة، ما حدث في سوريا واستمرار بشار الأسد كقاتل برعاية روسية ورعاية إيرانية، يحدث اليوم في اليمن أن هناك تدخل فيتو أو تدخل روسي لإنقاذه بناء على التحالفات الجديدة التي تشكلت، بناء أيضا على تعاون روسي إيراني في الموضوع هذا. وبالتالي نحن أمام محاولة لخلط الأوراق في المنطقة ضحيتها اليمن. لكن أن يكون القاتل جزءا من الحل، يعني كم فقد اليمنيون من الناس، كم فقدوا من ممتلكات، تم تجريف الحياة بشكل كامل، وبالتالي يعود علي عبد الله صالح جزء من الحل. هذا جزء يعني له علاقة، لا يمكن حكم الناس بالقوة، بالعنف، بالإكراه. ولا ما هو الفرق بين صالح وبين الحوثي؟ عندما يتحالف القاتلان من أجل أن يحكمك، إما أن يكون الخيار إما الحوثي أو صالح، وبالتالي لا يجب حصر اليمنيين بين هذا الخيار. ولكن ربما يعني هناك حصر ما هو أسوأ، يعني إما أن تستمر الحرب وآلات القتل، يعني إما أن نحكمكم أو نقتلكم. يعني ربما هذا ما يحدث. هذا منطق شيطاني للأسف، ولكن ليس خيار مفتوحا. ربما ما يعتقد اليمنيون أنه سيء لم يحدث بعد. السيء سيكتشف اليمنيون قريبا أنه فعلا انهارت دولتهم وأهدوها للحوثيين وأهدوها لصالح، الذي لن يستطيع ترميم أو إصلاح ما خربه. يعني علي عبد الله صالح نهب البلد وثروته موجودة، يعني هل بإمكانه أن يعيد 10 مليار منها لدعم الاقتصاد أو دعم العملة؟ لم يقدم حتى ريال واحد. ما زالت للأسف هناك سوء إدارة بشكل كبير جدا، وتواطؤ من المجتمع الدولي، وأيضا من ربما أطراف داخل خط الشرعية. هناك سوء إدارة. يعني تخيلي عام ونصف والحوثي وصالح يديروا حروبهم على اليمنيين من المال العام، من الأموال اليمنيين، ما زالت المبالغ المالية تورد إلى البنك المركزي، والمجهود الحربي يعني والغاز يعني يأخذوا الغاز والبترول من مارب بسعر الكلفة ويبيعوا له بسعر السوق السوداء.
وبالتالي نتحدث نحن عن محاولة للتأثير والتغيير. ما حدث أنه اكتشف اليمنيون بعد 21 سبتمبر أن الدولة التي كانت يعني الدولة الفاشلة هي أو ليست فاشلة، ربما كانت تجاوزت الفشل. ما حدث أنه لم يستطيع اليمنيون خارج المركز المقدس خارج العاصمة صنعاء إعادة ترتيب أمورهم من جديد، لأنه كل شيء مرتبط بالمال، ومن يتحكم في المال تتحكم فيه الحوثيين والميليشيا، وبالتالي هي قادرة على شراء الولاءات، قادرة على تجيش الناس، قادرة على تمويل شراء الأسلحة من مال اليمنيين، خاصة بوجود قراصنة السلاح يعني وتجار الحروب. لكن أستاذ أحمد، في ظل كل هذا يعني ما هو موقف الشرعية التي ربما يعني تهاجم إذن من أغوال كثيرة، غول الحرب والاقتصاد من ناحية، الحوثي صالح، المجتمع الدولي وضغوطاته، هل يمكن أن تصمد تحت كل هذه الضغوط الموجهة نحوها؟ يعني هو ليس أمامها إلا أن تصمد، لكن عليها أن تغير في طريقة أدائها وطريقة تفكيرها، طريقة تعاطيها مع، يعني عليها أن يكون لديها خطة واضحة لكيف بإمكانها أن تواجه هذه الميليشيا. يعني عليها أن تستقل بقرارها أولا الاقتصادي، عليها أن تدعم مواردها. يعني غير معقول أن تكون الحكومة موجودة في عدن ولا تستطيع يعني أن تقيم أي مشروع أو حتى أن لديهم نفقات. يعني إذا كانت القاعدات تبيع أو تصدر النفط من ميناء الضبة، عندما سيطرت عليها القوات الحكومية لماذا تم منعها من سيطرة يعني بيع هذه المشتقات؟ لماذا يتدخل العالم لإجبار يعني محافظة مأرب لتوريد المبالغ لحساب الغاز والمشتقات النفطية إلى البنك المركزي، المنافذ والمؤسسات وكل جميعها تورد؟ لماذا لا يتم اتخاذ قرارات بتمويل أداء الحكومة؟ لماذا العالم أيضا، لماذا التحالف لا يذهب أيضا لتمويل مشاريع داخل عدن وداخل المنطقة المحررة لإعادة الإعمار للكهرباء لإعادة الخدمات وإلى يعني حتى يستشعر المواطن أن هناك يعني ما يحدث الآن؟ هو هناك ضغط من قبل المؤسسات الدولية من أجل إظهار أن الحوثي هو البديل الوحيد، وأنه وما يحدث الآن أن إما الحوثي أو إما داعش، عندما يتم الحديث أن داعش موجودة في المناطق المحررة وأن داعش هي البديل، يعني يضع اليمنيين بين خيارين سيئين، إما داعش وإما الحوثي. لا يختلفان، يعني نفس المحفزات نفس المكونات نفس الأدوات، جميعهم لا يقيمون قيمة للبشر، وبالتالي نحن نضع اليمنيين أمام يعني بين المقصرة والسندان بهذا الشكل. وهذه ربما هي قراءة خاطئة. على الحكومة أن تحدد أيضا مواقف بشكل واضح. يعني عندما عاد الرئيس هادي إلى مأرب استبشر الناس بأن هذا ستعود الحياة وأنه، لكن تم يعني وصل إلى مأرب لتوجيه رسالة وبالتالي ذهب يعني عاد قبل أن ينتهي حواره وقبل أن يصل خطابه لليمنيين. للأسف لم تبث وسائل الإعلام الحكومية خطاب الرئيس هادي لليمنيين لربما بعد مغادرته. نعم، طيب يعني بهذا الشكل هل نستطيع أن نقول أن الحكومة فشلت في أن تثبت يعني جدارتها بأنها هي الأقدر على إدارة البلاد أمام على الأقل المجتمع الدولي الذي يراها ضعيفة حتى اللحظة؟ الحكومة ربما ضعفها هو بمقصود من قبل المجتمع الدولي. هناك من يريد أن يظهر الركاكة في هذا. هل تستطيع يعني مجابهة إذن المجتمع الدولي وتظهر أنها قوية؟ يعني عندما استطاعت الحكومة أن تدعو التحالف للتدخل، كان يفترض أن يكون لديها رؤية أيضا خلال عام ونصف. ما الذي قدمته؟ ما الذي تريده؟ ما الذي تريده فقط؟ هل تريد أيضا استعادة الدولة؟ بشكل حتى اللحظة حكومة حالة يعني ما زالت هناك الكثير، بالتأكيد الكثير من الخلل، لكن باعتقادي أنه ما زال هناك من يعمل من داخل الحكومة ضد الحكومة، ما زال أيضا من يعمل المجتمع. لن يستعيد العالم لليمنيين دولتهم، إذا لم يستعيد لمن دولتهم لن يستعيدها لهم العالم، وبالتالي الحكومة هي المعنية أولا وأخيرا، الرئيس هادي هو المعني أولا وأخيرا. ربما الرئيس هادي ورئيس الحكومة والمسؤولين التنفيذيين إلى الآن لم يقدموا رؤية واضحة عما يريدون، يعني ما زالوا يعتقدوا أن مهمتهم فقط هي الصمود في المشاورات
ولكن في الأخير المشاورات في تريد دقيقة أستاذ أحمد، المشاورات يعني ترتبط بارتباط وثيق بالميدان. نعم. من يسيطر على الميدان يسيطر على المشاورات، من يثبت اليمني أنه قادر على إدارتهم وعلى يعني الاهتمام بمصالحهم. هل تجد أن هناك ترهل في الحكومة وأعضائها الكثر، ربما يعني عدد من الوزارات التي لا تعمل حقيقة، جزء كبير من الوزارة الواحدة ينطوي تحتها كثير جزء كبير من الموظفين. جزء كبير من المشكلة انها خارج ان الحكومه خارج اليمن، جزء اخر ان جزء من كبير من المسؤولين عملوا تحت اداره الرئيس المخلوع، وبالتالي لم يحدث اي تجديد في النخبه السياسيه سواء والتنفيذيه في مؤسسه الدوله، وبالتالي نحن ندور في نفس الحلقه المفرغه. ما زال بامكان المخلوع ان يعني يتحرك بحريه اكثر وباريحيه اكثر، وهؤلاء ربما تجربه مجرب خطا مرتين كما قال الرئيس الحمدي رحمه الله عليه، وبالتالي نحن امام تحدي مفصلي. هذه جماعه هذه جماعه ميليشاويه، لن تكون جزء من الدوله ولن تكون جزء من الحل، هي جزء من المشكله كبيره جدا، لان لديها مشكله مع التعايش، مع المواطنه، مع العداله، مع المساواه، مع الحريه، لديها مشكله مع مفهومها للحياه وللدوله، وبالتالي اما ان يبقى اليمنيون او تبقى هذه الجماعه. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد أزرق الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل، كونوا برعاية الله وأمنه.